أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لو أن رجلا جمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير لعذر، ثم أتى المسجد ووجد أن صلاة العشاء قد أقيمت، فهل يقول ثم أتى المسجد ووجد أن صلاة العشاء قد أقيمت، فهل قد أقيمت، فهل يصلي معهم العشاء ثم يصلي معهم بنية المغرب؟ فإذا قاموا للرابعة هو يجلس، إما أن ينتظر ويسلم معهم وإلا يسلم لنفسه، ما يقوم للرابعة. نعم.